السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالي. اليوم جاتكم وصفة طبيعية لإزالة الكلف وتبييض الوجه وتوحيد اللون ديال الوجه بمكونات بسيطة وسهلة متوفرة في كل منزل. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم. ما تنساوش إلا مازال ما شاركتوا في القناة شاركوا في القناة وديروا لايك وبقوا معايا حتى الأخر باش تشوفوا الوصفة. وباش نحضروا البنات هذه الوصفة كنحتاجوا الحلبة مطحونة، حمص مطحون، الفول مطحون، والرز مطحون مع ماء ورد. نبداو على بركة الله. غنجيبو البنات زلافة باش نبداو. بسم الله، أول حاجة غادي نبداو بها هي الحلبة. غادي ندير معلقة ديال الحلبة. عرفتو البنات الحلبة مزيانة للوجه بزاف. غادي نجيب معلقة ديال الحمص والفول ودابا الرز، نخلطهم ودابا غادي نضيف عليهم ماء ورد. من بعد البنات ما ضفت عليهم ماء ورد، غنحرك الخليط مزيان. دابا البنات من بعد ما حركت الخليط كنديروه في الوجه ديالنا. انا دابا غادي نديرو غير في اليد ديالي. كنخليوه المده ديال ما بين 30 حتى 40 دقيقه، من بعد كنغسلوه مزيان. المهم كيف ما قلت لكم البنات الوصفه كنخليوها من 30 حتى 40 دقيقه. من بعد ما كنغسلو الوجه ديالنا من هذيك الوصفه كنديرو نستعملو شي مرطب. الا كان عندك شي مرطب كتستعمليه، ما كانش عندك صراحه انا كنستعمل غير ما ورد من بعد منها. بالنسبه للبنات الوصفه يمكن لكم تستعملوها ثلاثه المرات في الاسبوع حتى الاربعه. كتحيد لكم لكل فكت توحد اللون ديال البشره. الصراحه انا بعدا كتعجبني. المهم كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الا كنتو مازال ما اشتركتوا في القناه تعملوا اشتراك وديروا لايك وتقولوا لي كي جاتكم الوصفه في التعليقات.